هيا الاخوة الكرام، هيا بنا الى مثل الكتاب، والقرآن هو سيد الكلام، وهو تشريعات واحكام انزلها رب الانام، فمن عمل بها فاز يوم الزحام. قارئنا فضيلة القارئ العلم الاذاعي الكبير الشيخ محمود محمد صابر. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله لا وحيا أو من وراء حجاب إلا
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولا نورا نهدي من نشاء Yeah.
النبي محمد هذا الحبيب قلبك يطير ولكن جعلنا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله
الرئيس المشير كريم العظيم مع ستنا السيدة دي. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط
بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هكذا قوة الإيمان ختمت ليلتنا بتلاوة العلم الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر اسم مرموق وغني عن التعريف. أيها الشهداء نتقدم بجزيل الشكر للوالد الكريم الحاج أحمد الصباح كما نشكر أيضا باسم الأسرة الكريمة عائلات أبو العنين أسرة الوالد الراحل الحاج محمد عبد المعمود سليمان أبو العنين باسم والدنا الحاج الشوقي سليمان أبو العنين والحاج عيد سليمان أبو العنين وباسم جميع الأسرة صغيرا وكبيرا ناء الراحل الكريم الأستاذ سليمان والأستاذ الشوقي والأستاذ محمد عبد الموجود أشكر لكم جميعا. أيها الشهداء دراستنا الكبرى الحاج عطية أبو غنيمة إدارة الحاج عبد الله أبو غنيمة هندستنا الإذاعية الحاج محمد جمعة منصور بن مرفاز هندستنا الكهربائية ياسر فرج والمقيم بالزورونية مقدم الضيافة الحاج أمين عبد الله بالزورونية شاكرين لمصورنا الليلة لنراها كل يوم وليلة مخرجنا ناصر صلاح أشكر أيضا الأخ الأستاذ سيد العيدر محمد كمال وكل أبنائك في القصبة شكر الله لكم جميعا.